How are you? Great. When you ask someone about their name, لما تسأل حد عن اسمه, what will you say? Excellent, Jojo. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? قال لي أم محمد. What's your name? أم هاجر. What's your name? قولي أم. أم ليان. Yes. يبقى what's your name? اسمك إيه؟ تقول أم وتقول اسمك. Okay. Today I'm gonna talk about adjectives. هناخد النهاردة إيه؟ adjectives اللي هي الصفات. نوصف حد أو حاجة إن هو صغير أوي في الحد. Small. Small. أو كبير في الحد بنقول big. Big. Yes. طيب لو سريع جدا fast. بطيء. Slow. Excellent. طيب الحيوانات بقى, في حيوانات أليفة ينفع نربيها في البيت وفي حيوانات متوحشة دي ما ينفعش نربيها في البيت. الحيوان المتوحش اسمه wild. الحيوان الأليف بقى اللي ينفع نربيه في البيت اسمه pet. طلع الهواء. pet. Yes. Pet. جميل. وقلنا المتوحش اسمه wild. طيب لو جعان hungry. طب لو عطشان thirsty. بص يا جميل, كلمة thirsty لما تيجي تكتب thirsty T-H-T-H طلع لسانك يا فاطمة ثا وآي آر دي من خوات البطة بعمل لها بوز البطة أقول thirsty. لما نقول في الآخر إي تكتب إيه؟ أكتب واي. تكتب إيه؟ لما نقول في الآخر إيه؟ تكتب ايه؟ اكتب واي. تكتب ايه؟ تشرب ايه؟ اشرب شاي. يس. thirsty. thirsty. hungry. hungry. يس. جميل. طب قلنا I'm hungry. I want to eat. I'm thirsty. I want to drink. جعان عايز اكل تقول I'm hungry. I want to eat. طب عشان عايز اشرب I'm thirsty. I want to drink. انا عارف اللي مركزين وهياخدوا جوائز. يلا نقول ايه بقى؟ happy. sad. Happy. Sad. Strong. Strong. Weak. Weak. Strong. Weak. Yes. قوي وضعيف. Strong. Weak. Yes. طب لو عندي حاجة جديدة نقول عليها new. جديد يعني new. بص كده ن E W صوتها U. E W جديد يعني new. ممكن نقولها new او new. اوكي. طب قديم بقى old.
old. Old. طيب طويل tall. Tall. Letter A لما يجي بعده L نقول A. نقول A. Tall. Tall. The giraffe is tall. جميل قوي، ركز معايا بقى عشان اعلمك ترتب الجمل اللي فيها الصفات. لو انا عندي الجمله دي هي تكون نمله، هي تكون نمله، قلنا بنقولها ازاي دي بالانجلش؟ مين شاطر يقول؟ قول يا ادهم. Excellent. It is an ant. وبنحط period في الآخر. Excellent يا آدم. Chocolate. Here you are. You're welcome. It is an ant. طب لو عايز أقول هي تكون نملة صغيرة بقى. نملة صغيرة. صغيرة يعني small. طب نملة صغيرة دي نقول ant small ولا small ant؟ small ant. بص هنا ما بنقولش الاسم الاول، نقول الصفه الاول في الانجليش، نقول small ant. small يبقى هنقول it is. بص small ant، بس في حاجه ناقصه قبل الصفه، احط a او ان. طب سمال يبقى اقول it is a small ant. it is a small. جميل. طب عايز اقول هو يكون حصان يا علي، ناقصه حاجه يا علي. yes good job. it is a horse. طب عايز اقول هو يكون حصان سريع، قلت سريع يعني فاست. حصان سريع. اقول هورس فاست ولا فاست هورس؟ اكسلنت. شاطرين، قلنا الصفه هي اللي تيجي الاول، يبقى اقول it is ما ننساش وان قبل الصفه، بس لما يكون بعدها اسم بس. It is a fast horse. طيب يا صديقي، عايز اقول هي تكون نحلة صغيرة. قولي يا رغد. اسمك اروان؟ نوران. ايوة. It is ant small ولا small ant؟ small ant. طب نحلة صغيرة؟ small b. أكبر سقف النوران يا جماعة. it is a small b. excellent يا نوران، أحلى تشوكلت لنوران. thank you. يلا مين هيركز تاني عشان يجاوب؟ it is a small b. طب عايز أقول هو يكون كتاب جديد. قولي يا روح قلبي. What's your name؟ ها؟ لين؟ يلا يا لين. قلنا هنقول ايه؟ هو يكون كتاب جديد. بصي كلمة جديد يعني new، وكتاب يعني ايه؟ book. عايزين نعمل بقى الجملة. It is كتاب جديد. اقول book new ولا new book؟ شطورة. it is a new book. يلا نقرا الجملة. it is a new book. اكبر سقف اللين. يا شباب يا صغار، يلا بينا بقى عشان نرتب الجمل دي. is it horse
strong كل اللي قال انا مش هيجاوب. رانسي اللي هتقول عشان رفع ايديها من غير ما تعمل قلق. اتفضلي يا رانسي ابدا بايت. is a فاضل لي horse و strong. اقول ايه؟ حصان قوي. اقول horse strong ولا strong horse؟ ها؟ strong horse. الصفة الأول برافو عليك. It is a strong horse. يلا كلنا نقرا الجملة. It is a strong horse. بص بقول ازاي؟ strong. فاكرين التي والار بتاعت خلتش عمتش؟ تقول strong. strong. yes good job. طب لو عايز اقول هو طائر ضعيف، كلمة طائر يعني bird وضعيف يعني weak. يلا مين اللي هيعمل لي الجملة دي؟ قول يا إيلين. It is a bird weak ولا weak bird؟ excellent. weak bird يعني هو طائر ضعيف. It is a weak bird. It is a weak bird. يبقى الصفة هنا قلنا هنعمل فيها ايه؟ هنحط قبلها او ان طالما بعدها اسم. بص يا صديقي يا صغيري، هنعمل بقى هنا هنحط صفة بس، يعني اقول the giraffe is tall. يلا اقرا معايا the giraffe is tall. يعني الزرافة هي بحالها كلها طويلة. the giraffe is tall. طب السلحفة اسمها the turtle. the turtle is slow. the turtle is slow. the turtle is slow. النمر اسمه ايه؟ نسيته. yes the tiger. E-R اعمل لها بوز. يلا the tiger. the tiger is fast. سريع. the tiger is fast. جميل جدا يا انوس. بقى لو عايز اقول الفيل ضخم كبير. the elephant. مش هقول ذا بقى المرة دي، هقول ذي عشان اللي بعدها ده متحرك، نقولها ذي. the elephant is big. the elephant is big. the elephant is big. the elephant is big. yes good job. طب عايز اقول النحله صغنونه. ذا بي. شاطر يا مالك. ذا بي. ذا بي از سمول. طب مين يقول لي النحله النمله صغيره؟ مالك عمر. ستوب. نمله يعني ايه يا لوكا؟ انت. طب لما احط لها ذا هقول ذا ولا ذي؟ الله الله. ذي انت عشان بتبدا بمتحرك. ذي انت از سمول. يلا اقرا لهم الجمله دي يا مالك. ذي انت از سمول. اكبر سقفه واحلى سقفه الملك عمر. ثانك يو لوكا. يور ويلكم. جميل يا عمر. طب انا لو عايز اقول الاسد قوي، الاسد اسمه ايه؟ لاين. ما قلتش لاين، قلت اقول لاين. لاين. طب اقول الاسد يا انس يبقى اقول ايه؟ لاين.
The line. The line. The line is strong. The line is strong. The line is strong. جميل جدا. يبقى عرفنا كده نرتب اوكي، وعرفنا كمان نعمل جمل. تعال بقى ناخد مين؟ افراد الاسره. Family members. Family, family members. افراد العيله، افراد الاسره بتاعتي اسمهم family members. Family members. افراد الاسره. Family. Don't say family. Can I say family? No. No. Can I say family? Yes. Yes. Family members. Family members. افراد الاسره. الاب اسمه father. Father. طلع لسانك في الذ. Father. Father. Mother. اوعى تقول mother، قول mother. اخطف واجري كده. Mother. Father. عادي طول father عشان فيها ايه، لكن بالاو mother. طب الاخ brother. Brother. Can I say brother? No. No. Can I say brother? Yes. Yes. Brother. والاخ sister. بص الاي ار بعملها ازاي. Sister. فين البوزو كلابوزو ده؟ sister. يلا قول معايا father. ذا 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 والاي ار، اي ار من اخوات البطه، اديه ابوز البطه. father. mother. طلع لسانك في الذا واي ار بوز بطه. mother. brother. والاخت sister. sister. جميل جدا. هنكمل كل الفاميلي ممبرز دي المرة الجاية، وعايز الهومورك بتاعك كله تعمله لحد بيج، كل حاجة تكون محلولة لحد بيج كام؟ 10. لحد بيج 10 تحفظ كل الصفات وتكتبها.